ملك جمال لبنان ربيع الزين، اليوم عم بتشارك بحملة دفا. أول شيء خلينا نبلش بقدي اسمك أثر عليك وعلى الأجواء يعني المحيطة فيك من بداية هذه التحركات من 17 تشرين الأول. نعم نعيم، من أول ما بلشت الثورة أنا للأسف في أيام كنت أنا متواجد خارج لبنان وما قدرت أطلع وضح، ويمكن هلأ أول مرة أنا عم بطلع على الإعلام، بس أنا موقفي واضح كتير من هيدي الثورة. كتير صار في لغط بين اسمي وبين اسم ربيع الزين الناشط يلي عنده علامات استفهام كتير كبيرة صراحة، ما عندي معرفة بيني وبينه، بس بتمنى أنه العالم كمان ما يصير في مغالطة بيني وبين اسمه. عم بصير يعني على السوشيال ميديا ولا على شو عم بصير؟ نعم كان كتير عم بصير، وحتى كمان تلقيت اتصالات من خارج لبنان وناس كانوا مؤيدين وناس معارضين، وطبعا كمان تلقيت مسبات، يعني في ناس ما وفروا هذا الموضوع. ما بصراحة ما كان عندي علم أنه مين بيكون ربيع الزين، وبعدين مع الوقت صرت اعرف، بس انا كنت انا خارج لبنان وانا مش من زمان، يعني من كم يوم وصلت على لبنان، وهياني هون عم شارك بحمله دفا مثل كل سنه. ويمكن هذا المشهد اللي عم نشوف هو اختصار لكلمه مواطنه. كلمه مواطنه هي بتختصر بهذا المشهد، لانه عم نشوف الناس بتجي من كل المناطق شو بيقدروا يساعدوا. أنا بقول إنه هيدي السنة أكثر من أي سنة كانوا مطالبين إنه يبرهنوا عن إنسانيتهم، لأنه بتعرف السنة كان عنا وضع استثنائي، وهذا الشيء اللي نحن بحاجة لإله، بحاجة للعالم تضلها تحس مع بعض البعض. وثالث سنة أنا عم كون بحملة دفا، ويعطيها ألف عافية. خلينا نرجع لموضوع ربيع الزين لأنه الموضوع لافت. شو الفرق بين ربيع الزين وربيع الزين تجاه يعني الانتفاضة والتحركات الأخيرة؟ الفرق إنه أنا لما أعرف ربيع الزين مزبوط ساعتها بقدر أعطيك الفرق. أنا بحكي عن بقدر أحكي عن حالي، إنه أنا إنسان مواطن بحب كل العالم، منفتح على كل الطوائف وعلى كل الديانات وعلى كل الأحزاب، وبقدر أحكي مع كل العالم، مع إنه أنا ضد الأحزاب شخصيا، لأنه الحزب دائما بيتبنى رأي، ونحن إذا كنا بدنا نكون أنصار لهذا الحزب مضطرين إنه نحن نتبنى الرأي لو كان على خطأ أو كان على صواب. فأنا فكرتي ضد الأحزاب، إنما أنا إنسان ما عندي نشاط سياسي أبدا، بس أنا بحكي اجتماعيا أكثر، بحكي للإنسان للمواطن، وأنا شغلي بالإعلام بالفن كمان. بس يعطيك العافية ربيع، شكرا لك.